بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. الوفد يعلن أن المشاركة في التحالف الانتخابي مع قائمة في حب مصر تأتي انطلاقا من الثوابت الوطنية للحزب على مدار تاريخه. العليا للانتخابات تستبعد أحمد عز وتعلن القوائم النهائية للمرشحين وتؤكد التزامها بأحكام الدستورية. الرئيس السيسي يتفقد قناة السويس الجديدة ويؤكد افتتاحها في أغسطس المقبل ويلقي كلمة للأمة مساء اليوم. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين للتفاصيل، أصدر حزب الوفد بيانا قال فيه إنه انطلاقا من الثوابت الوطنية للوفد على مدار تاريخه والذي كان دائما ينحاز لكل ما يحقق صالح الوطن والمواطن دون النظر إلى ما يحقق صالح الوفد وصالح أعضائه، اتخذت الهيئة العليا قرارها بالتحالف الانتخابي مع قائمة في حب مصر. أعلم أن هناك بعض الغضب داخل الوفد على لسان رئيس الوفد الدكتور سيد البدوي وأن بعض شباب الوفد ثائر وله كل الحق، وأعلم أن الوفد قد يدفع فاتورة سياسية كما حدث في مواقف كثيرة قبل عام 1952، ولكن أيا كان الثمن الذي سيدفعه الوفد سياسيا فإنه يهون ويهون حتى تنتصر مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف وكل ما يحاك ضدها من مؤامرات. نعم هناك ثمن سياسي قد يدفعه الوفد، ولكن مهما كان قدره لا يساوي نقطة دم واحدة أريقت ولا يساوي ألم أم وحسرتها على شهيدها. إن الوطن يمر بمرحلة عصيبة في تاريخه ويواجه تحديات تهدد حاضر ومستقبل هذه الأمة، تلك التحديات تستوجب توحيد الصف من أجل هذا. وكان قرار الهيئة العليا بالموافقة على التحالف مع قائمة في حب مصر دون أي حسابات أو اعتبارات، ولكن أود أن أؤكد لأبناء الوفد أن انتصار مصر في معركتها ضد الإرهاب وقوى الشر هو غايتنا في هذه المرحلة، وأن المعارك السياسية دفاعا عن الديمقراطية وثوابت الوفد لها وقتها ولها وسائلها التي يجدها حزب الوفد، ولكن بعد أن يزول عن الوطن خطر الإرهاب والتطرف، وأن نستعيد قوتنا في مواجهة كافة التحديات والأخطار كي تبقى مصر سالمة آمنة مستقرة. إن التحديات التي تواجهنا تزداد يوما بعد يوم وتتغير مصادرها وتتصاعد حدتها من آن لآخر، وبنعمة من الله وفضل وبحكمة الرئيس القوي الأمين ومساندة الشعب الأبي الواعي الذي يعلم خطر المرحلة وبدعم كافة مؤسسات الدولة نجحنا في التصدي لتلك التحديات التي ما زلنا في مواجهتها. وأؤكد لكم أن هذا ليس بالأمر الهين، ولأن ليس كل ما يعلم يقال، فإن الجزء اليسير الذي نعلمه يستوجب منا في بعض الأحيان تعديل موقف سياسي وفقا لما يطرأ على الساحة من معطيات وصولا إلى صف وطني موحد ومتماسك. وهذا ما انتهى إليه قرار الهيئة العليا لحزب الوفد دون اعتبار للفاتورة التي قد يتحملها الوفد وأعضاؤه. إلى أبناء الوفد، لقد غاب الوفد عن الساحة السياسية منذ عام 1953 حتى عام 1984، ومورس عليه حصار سياسي وإداري منذ عام 1984 حتى عام 2011، لكنه ظل باقيا في أذهان كل المصريين بمواقفه الخالدة، وسيظل الوفد رقما صعبا لا يمكن تجاهله في الحياة السياسية مهما حاول البعض ذلك. حمى الله مصر وحمى شعبها القوي الأبي ووقاه كل سوء. رئيس حزب الوفد الدكتور سيد البدوي شحاتة. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ 7416 مرشحا في النظام الفردي ونظام القوائم، بينهم 949 سيدة. أضافت اللجنة أن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، فيما تقدم بقية المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة. جاءت الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما هي الأكثر بين طالبي الترشح. من جانبه أعلن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات عن فتح باب طعون المرشحين على عدم قبولهم اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. تفصل بعدها محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال 5 أيام ليتم في أعقاب ذلك إعلان كشوف المرشحين النهائية. كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات
الانتخابات البرلمانية قرارا باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من قائمة المرشحين للبرلمان، وذلك لعدم تقديم إقرار ذمة مالية. أوضحت مصادر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن لجنة الفحص التابعة لها قررت استبعاد أوراق ترشح أحمد عز، وذلك بعدما تبين عدم تقديمه ما يفيد بفتح حساب بنكي بأحد البنوك التي خصصت لوضع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، علاوة على عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته. قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، مؤكدا أنه حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي فإن اللجنة ستقوم بتنفيذه فورا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة. قال اللواء محمد متولي مدير منفذ السلوم البري إن العدد الإجمالي للعائدين عبر منفذ السلوم البري للحدود المصرية الليبية بلغ 11567 مواطنا مصريا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، منهم 3107 مصريين وصلوا خلال 24 ساعة الماضية. أضاف أن المنفذ بيشهد تزايدا في أعداد المصريين العائدين بعد أحداث ليبيا الأخيرة بعدما كانت الحركة تسير بمعدلات طبيعية. الحياة الآن انتقلت إلى السلوم للقاء بعض العائدين من ليبيا مع مراسلنا محمد الريس على الهواء مباشرة. محمد برحب بيك واديني وصف تفصيلي للمشهد عندك. شريف تحية لك ولمشاهدي الحياة الآن من مدينة السلوم القريبة من الحدود الليبية والتي هي بالطبع بها معبر السلوم المعروف الذي يصل بين الحدود المصرية والليبية. منذ الصباح هناك أعداد من المصريين الذين يقومون بدخول المعبر، ربما كانت الإحصائيات الرسمية تقول أنهم يتراوح عددهم بين 1200 شخص وما فوق ذلك بعدد قليل. كذلك الإحصائية الإجمالية تتراوح أن تقول أن العدد ربما يتخطى 11000 فرد ممن عبروا معبر السلوم بعد الأزمة الأخيرة. للتعرف على بعض التفاصيل حول الوضع العام في ليبيا والحالة التي ينتقل عليها المواطنين المصريين، معنا أحد المصريين العائدين من ليبيا. نتعرف بك. علي عبد الرحيم. أستاذ علي، أنت من محافظة إيه؟ بحيرة. السبب الرئيسي اللي خلاك ترجع، هل هو الأحداث ولا أنت حسيت أن الأوضاع مش مستقرة بالنسبة لك؟ إيه السبب اللي دفعك أنك تتحرك وترجع دلوقتي؟ هو بطبيعة الحال المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه لمدينة البيضاء منطقة هادية ما فيهاش أي مشاكل، ما فيهاش أي وضع قلق، ولكن طبعا المناطق المحيطة بها وأقربها درنة اللي ضربتها مصر في الأحداث الأخيرة هي كانت السبب الرئيسي أن احنا نرجعه، لان تمت فيها قلق حتى في المناطق اللي جنبنا خاطي درنة، تمت في القبة، فكان من الضروري ان احنا نرجع للمصر. هل شايف ان بعد الضربة الجوية اصبح انه ربما في تهديد مباشر ليكم او في استهداف للمصريين بشكل اكتر؟ كان في المنطقة اللي احنا كنا فيها اللي هي البيضاء نحكي عليها ان هم ناس محترمين جدا، ناس ما قصروش معانا، ناس عرفوا قيمة مصر، ناس بعد الضربة الأخيرة وبعد تصبية مصر معهم في الفترة الأخيرة هذه أصبح أن هم عندهم مصر هي المرتبة الأولى، عندهم السيسي هو القائد العام بالنسبة للقوات المسلحة بالنسبة الليبية أو المصرية بقيادة حفتر بالنسبة للأوضاع الحالية العسكرية وتحالفه مع القائد السيسي. أصبح الوضع بالليبيا ومصر أكثر تطورا من الفترة الأخيرة، ونتمنى من الله أن يعود الأمن والأمان لليبيا ومصر. خلينا ناخدك للفترة بعد ما ابتديت تتحرك تجاه الحدود المصرية، هل واجهتك بعض الصعوبات أثناء تنقلاتك أو كان في خطورة على المصريين اللي بيتنقلوا في داخل ليبيا؟ بالنسبة لداخل ليبيا مجملا في مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن نحكي عن المنطقة اللي احنا كنا قاعدين فيها، منطقة هادية وما فيهاش أي مشاكل، والناس اللي فيها ناس كلهم محترمين، والناس اللي احنا نخدموا معاهم والناس اللي احنا اشتغلنا معاهم كلهم ناس ما شاء الله عليهم، وناس ما قصروش معانا ولحقنا على طول لنا بالزايد، ولكن ونحن جايين المعاملة اختلفت بنسبة 100%، أصبح الوضع بالنسبة لنا أكثر أمانا وأكثر احتراما للشعب المصري، وتم المواطن المصري اللي قادر أكثر من الفترة الأولى. لكن بالنسبة لدخولك المعبر، هل واجهتك صعوبات؟ خدت وقت طويل لحد ما دخلت؟ احنا نقوله تحيا مصر ويحيا الجيش المصري، ان هو سهل الامور بالنسبة للمصريين وعودة المصريين حتى في الاراضي الليبية نفسها، هم نفسهم يقولوا ان السيسي هو اللي خلى السهولة في المرور بين المصريين للعبور للاراضي المصرية. والاعداد العائدين من ليبيا، هل هي اعداد كبيرة ولا اعداد زايدة؟ وحيتزايد الفترة الاخيرة بنسبة كبيرة. يعني هذه هي الصورة
تصف فيها الحالة هناك التي عايشها وتعايش معها لفترة ربما ليست ببعيدة حتى دخوله الحدود المصرية مرة أخرى وعودة إليك مرة أخرى شريف. الحمد لله على سلامتهم، وضحت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا مراسلنا محمد الرئيس. قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ضم ضحايا الإرهاب على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة يناير. أوضح سيد أبو بي أمين عام المجلس أن إجراءات صرف الدعم المادي والمعاش الذي أقره رئيس مجلس الوزراء سيتم خلال أيام بعد استيفاء الإجراءات القانونية، مؤكدا تقديم الدولة كل الدعم لأسر الشهداء طبيا واجتماعيا وتعليميا. نفى السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية ما تردد حول سحب الأردن مشروع القرار العربي المطروح على مجلس الأمن والخاص بشأن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن المشروع لا يزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأضاف أن المشروع بيخضع لإدخال إضافات عليه على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد غدا جلسة على مستوى الخبراء لمواصلة التداول حول المشروع. هددت رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية والعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما بتجميد أموال المساعدات الخارجية ما لم تقدم الإدارة أو ما لم تقوم الإدارة بإمداد مصر وحلفاء آخرين يقاتلون تنظيم داعش الإرهابي بطائرات مقاتلة ودبابات. انتقاد تعامل الإدارة الأمريكية مع قضية الإرهاب يبدو أنه تجاوز الأوساط الإعلامية إلى قلب مراكز صناعة القرار الأمريكي في الكونغرس، حيث انتقدت النائبة كي جرينجر مسؤول اللجنة الفرعية للمخصصات المالية الخاصة بالعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي سياسة أوباما في تجاهل دعم مصر والأردن والعراق بالأسلحة رغم مواجهتها لداعش، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس للحصول على تفويض جديد من الكونغرس لمهاجمة التنظيم الإرهابي. النائبة التي تنتمي للحزب الجمهوري أرسلت خطابا شديد اللهجة للرئيس أوباما طالبته برفع تعليق توريد أسلحة مهمة لمصر مثل طائرات F-16 ودبابات M1A1، وهي الأسلحة التي منعت عن مصر منذ عام 2013 بتوصية من إدارة أوباما وصفتها النائبة بالتوصية السيئة. السناتور كرينجر هددت إدارة أوباما بتعطيل مشروع للموازنة ومحاسبة إدارة البيت الأبيض إذا لم يستجب لطلبها بإمداد مصر والأردن والعراق بالأسلحة التي تحتاجها لأنها على الخطوط الأمامية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. فهمنا إدارة أوباما بتواجه أزمة حاليا مع الكونغرس الأمريكي نظرا لأنها تطلب دعم مادي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي أو الحرب على الإرهاب. بيقابل الرئيس باراك أوباما بتحديات من قبل الفريق الجمهوري داخل مجلس النواب الأمريكي الذي يطالب بدعم مصر وغيرها من الدول في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي. بينضم لي على الهاتف اللواء سامح سيف اليزن مدير مركز الجمهوريه للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. سياده اللواء برحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا. ايه معنى ان النواب الجمهوريون في البرلمان الامريكي او في مجلس النواب الامريكي بيطالب اوباما بدعم مصر وغيرها من الدول في مواجهه تنظيم داعش؟ دي حركه سياسيه امريكيه داخليه ما بين المعسكر الجمهوري والمعسكر الديمقراطي، ولا ممكن ده ينعكس بالايجاب على مصر وغيرها من الدول؟ وكما تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدين أن الحزب الجمهوري هو الحزب المعارض للحزب الديمقراطي الذي يمثله الرئيس أوباما حاليا، وهناك كما تعلم منافسة حقيقية انتخابية قادمة خلال العام الحالي والعام القادم للوصول إلى كرسي الرئاسة عن طريق الحزب الجمهوري. أعتقد أن ما حدث هو ليست توزيع أدوار وليست بالفعل نقدر نقول حوار امريكي يحاولون به يعني نقدر نقول الوصول الى قلوب الدول العربيه ومحاوله تحسين العلاقات. انا اتصور ان هذا مش صحيح، لكن ما حدث هو نتيجه عده حاجات. الحاجه الرئيسيه هو ان مصر قد نجحت بالفعل في عقد صفقات اسلحه مع فرنسا تحديدا في الرافال، وهي طائره تفوق يمكن امكانيات الطائره F-16 الامريكيه وبعدد اكبر، صفقه F-16 20 طائره، صفقه الرافال 24، اضافه الى ان حجم الصفقه او المبالغ المدفوعه للصفقه تمثل
يمكن 4 أو 5 أضعاف المعونة الأمريكية لمدة عام، يعني صفقة واحدة تمثل 5 أضعاف المعونة الأمريكية لمدة عام. وبالتالي هذه إشارة واضحة أن الضغوط الأمريكية لن يتم النجاح أو تحقيق النجاح لها. الشيء الآخر أن المفاوضات المصرية الروسية للحصول على أسلحة سوفيتية ومنها طائرات مقاتلة أيضا تسير بخطى واسعة، وأيضا حجم الصفقة يفوق بأضعاف كثيرة ما تقدمه أمريكا للمعونة الأمريكية للجيش المصري في عام. إذا ثبت فشل السياسة الأمريكية في الضغط على مصر في تحديم أو نقدر نقول تقليل توريد العقود المتفق عليها مع مصر، إضافة إلى أن بالفعل العالم كله يشهد خاصة بعد الغارة المصرية على داعش في ليبيا أن مصر جادة جدا في محاربة الإرهاب ليس فقط في سيناء وداخل حدودها ولكن أيضا خارج حدودها عندما يقتضي الأمر. نعم وصلتني الصورة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء سامح سيف اليازل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. قالت مصادر بهيئة قناة السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة لموقع حفر قناة السويس صباح اليوم لمتابعة أعمال المشروع ولقاء العاملين. أضافت المصادر في تصريحات خاصة للحياة الآن أن الرئيس التقى الفريق مهاب نميش رئيس هيئة قناة السويس في مركز التدريب والمحاكاة تابع لهيئة قناة السويس، وانتقل بعدها إلى موقع حفر قناة السويس الجديدة، ثم منطقة جبل الجلالة لمتابعة مشروعات الطرق والإنشاءات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أكد الرئيس أن موعد افتتاح مشروع القناة الجديدة سيكون في الموعد المحدد في أغسطس المقبل. حالة مستمرة معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل فقط، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بضبط وإحضار 90 إرهابيا من أعضاء كتائب حلوان التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. كلف الأجهزة الأمنية بضبطهم وتسليمهم للجهات القضائية على خلفية إحالتهم للجنايات ضمن مجموعة يصل عددها 225 متهما. كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمين نفذوا 32 عملية إرهابية تمثلت في استهداف الأجهزة الأمنية ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية وشبكة الطرق وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالي وأعمدة الإنارة، ما كبدت الدولة خسائر فادحة بلغت قيمتها 40 مليون. قضت محكمة جنايات قنا بالسجن 3 سنوات لتسعة متهمين حضوريا و15 عاما مشددة ل26 غيابيا وانقضاء الدعوى لثلاثة آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم اقتحام محطة سكة حديد قنا وتحطيم الباب الرئيسي لها وبعض النوافذ والاعتداء على المواطنين وتدمير المنشآت العامة والخاصة. تمكنت قوات مباحث الشرقية برئاسة اللواء رفعت خضر بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني من القبض على 8 عناصر ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي والصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، وذلك لتورطهم في وقائع العنف والشغب والتخريب واستهداف المنشآت العامة والحيوية في المحافظة. تعامدت الشمس صباح اليوم على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبده في مدينة أبو سمبل جنوب أسوان بحضور الآلاف من السياح والعرب والمصريين. بدأ التعامد في الساعة 6:24 استمر داخل المعبد لمدة 20 دقيقة وذلك في إطار الظاهرة التي تشد أنظار العالم مرتين، الأولى يوم 22 أكتوبر والثانية يوم 22 فبراير من كل عام. شارك في الاحتفالية 5 فرق فنون شعبية عالمية ورفعوا لافتات تدعو لمواجهة الإرهاب. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا ليسود غدا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد. تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، الرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة بتنشط غربا.
نشكركم مشاهدين على متابعتكم لهذه الجولة الإخبارية من برنامج الحياة الآن. الجولة تتجدد مع حضراتكم في تمام منتصف ليل القاهرة على ذات المحطة الحياة 2. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.